السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة حكايات وقصص ما قبل النوم. معاكم ماما ياسمينة. النهاردة هنتعلم نرسم مع بعض نحلة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ده هيكون شكلها النهائي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله، دي الأدوات اللي هنحتاجها. هنحتاج برجل او اي شكل دائري عشان نعمل بيه دايرة.
كده يبقى خلصت رسمة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله. باي.